حفل إحياء الذكرى 26 لإنشاء إذاعة وهران الجهوية كان فرصة لاستذكار جهود عمالها المبذولة خلال جائحة كوفيد-19، حيث ثمن المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي خلال هذه المناسبة تضحية طاقمي الإذاعة في سبيل نقل المعلومة للمواطن. الإذاعة الوطنية بصفة عامة وإذاعة وهران لم تساهم فقط في تحسيس المواطنين بضرورة احترام الإجراءات الوقائية، ولكنها ساهمت أيضا في التخفيف من وطأة الحجر الصحي على المواطنين الذين اضطروا إلى قضاء ساعات لم يكونوا ليقضوها في بيوتهم لولا الوباء، من خلال برامج ترفيهية، من خلال برامج ثقافية، من خلال إذن دور تأثير الإذاعة خلال الوباء لم يكن فقط على صحة المواطنين، ولكنه كان أيضا على نفسية المواطنين. كما أكد بغالي على ضرورة مواكبة أحدث التكنولوجيات لتطوير أداء الإذاعة الجزائرية. اتجاه هو نحو عصرنة هذه الإذاعة، يجب أن تكون متواجدة في كل أو تصل إلى كل أذن جزائرية وجزائري داخل الوطن وخارج الوطن، ولن يتم ذلك إلا عبر عصرنتها، توفير الإمكانيات الضرورية لها، الرقمنة الرقمنة الرقمنة. المناسبة شهدت أيضا توقيع اتفاقيات شراكة بين إذاعة وهران وبعض المؤسسات العمومية الناشطة في مختلف المجالات.